الأحوال تعالوا نلخص كده باختصار شديد يعني مشوار ورحلة النادي الأهلي في النسخة الحالية من الدوري المصري. الأهلي بيدخل مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة. ده حصل بعد ما حققنا الفوز في 15 مباراة على حساب فرق مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندري، سيراميكا، الانتاج الحربي، المقاولين العرب، طلائع الجيش، الاسماعيلي، الزمالك، امبي، المصري، الاتحاد، سموحة، رجعنا لعبنا المقاولين مرة ثانية، مصر المقاصة. ده اللي حصل في حالات الفوز. في تعادل حصل في 7 مواجهات امام وادي دجله والبنك الاهلي وبيراميدز والجونه والزمالك وبيراميدز والبنك الاهلي، والخساره امام سموحه وغزل المحله. لكن ان شاء الله ان شاء الله زي ما كنا لسه بنقول لكم من شويه، اكيد بنتمنى كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله يبقى في تصحيح للاوضاع عشان التاخير اللي حصل يعني يتعوض وفي اقرب وقت ممكن ان شاء الله.